حتى بما يتعلق بقرارهم، تسبيبهم للقرار الذي يتعلق بليث الدريمي قرارهم خاطئ. ما يقدر يقول ليث الدريمي مو عضو. ليث الدريمي قدم طلب استقالة وتم قبول الاستقالة. من حق المحكمة الاتحادية تقول الاستقالة صحيحة ولا مو صحيحة، بس ما من حق المحكمة الاتحادية ما تنظر موضوع الاستقالة أصلا وتقول عضوية ليث مو صحيحة. ما من حقها، ما من حقها. ستتعرض المحكمة الاتحادية لكل ممثلي الشعب، لكل النواب خارج السياقات القانونية والدستورية. أتاحت لنفسها أن تجتهد في أي نص دستوري أو قانوني للتعرض لعضوية عضو من أعضاء مجلس النواب. تتحدث عن نائب مسؤول وبتهم جزائية. القضاء المختص مجلس القضاء الأعلى هو المسؤول بمحاكم البداء، بمحاكم التحقيق، بمحاكم النزاهة، بمحاكم الجنايات. القضاء معني به الآن. الآن المحكمة الاتحادية تتعرض لكل شيء وتدخل في كل شيء، بس شغلتين ما تسوي، بس لا تحكم بالإعدام ولا تحكم بالحبس، تتجاوز صلاحياتها الدستورية وتدخل كل التفاصيل بما يتعلق بالنظر بصحة عضوية نائب. كل القرارات الصادرة من المحكمة الاتحادية من تشكلت ومن تشكل مجلس النواب إلى غاية يوم أمس لا صلاحية لها إلا المادة 52 للدستور. المادة 52 رسمت المسار لمجلس النواب، رسمت المسار للمحكمة الاتحادية. خلي يطلعون أي قرار صادر أيضا من تأسست المحكمة الاتحادية ليوم أمس أن المحكمة تطرقت لعضوية نائب دون المرور على المادة 52، ما موجود، لأن ما يصير. المرافعات أغلقت في يوم 31/10، قررت المحكمة الاتحادية لنفس الدعوة موضوع البحث يوم 31/10، قالت قررت المحكمة الاتحادية غلق المرافعات، تغلق. لمن يعرف من حضراتكم وأكيد المطلعين على ما نتحدث فيه الآن، غلق المرافعات يعني رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني خلاص ما في حديث في الموضوع، ينتظر فقط القرار. المدعي ليث الدريمي لغاية يوم 13 بالشهر، يعني من أقام الدعوة في شهر الواحد إلى يوم 13، يتحدث عن طلب واحد للمحكمة الاتحادية قدم مفاده، أطلب من المحكمة إصدار قرار بإلغاء الأمر النيابي الصادر من رئيس المجلس وإعادته إلى مجلس النواب. هذا الطلب الوحيد بالدعوة. القاضي أسير دعواه والمدعي أسير لائحته. فالمحكمة ما إلها، فقط تضرب هذا الطلب، تنطي قرار بالعودة أو ما تنطي قرار بالعودة، تعتبر الاستقالة صحيحة أو ما تعتبر الاستقالة صحيحة. ما تقدر تتحدث بأمور أخرى، مثل واحد يقدم دعوة يقول أنا أطلب فلان 100 دينار، ما يقدر القاضي يقول له أنت، هو طالب 100 دينار، يقول الدعوة بيني وبين خصمي 100 دينار، ما يقدر يحكم أنطوا 100 دينار وبيت، أو يحكم شخص آخر لم يذكر كطرف في الموضوع. فالقاضي أسير دعوة يوم 31 أغلقها وغلقت المرافعات، وقررت المحكمة أنه يوم 13 بالشهر 13/11 تصدر القرار. نتفاجأ أنه المحكمة تفتح باب المرافعة مرة أخرى بعد ما قررت غلقها، وتستمع لطرف ثالث بموضوع آخر، موضوع كيدي وسأتحدث عنه لاحقا. هذا الموضوع اللي يثيره الخصوم بالضبط، شغلة ما تشبه شغلة. واحد جاي يسولف بأقصى اليمين على موضوع هو في أقصى اليسار، وتقصدت المحكمة الاتحادية ذكرها بسرد الحيثيات حتى توهم الرأي العام وكأنه هذا الموضوع جزء من موضوع لي. استقطاب باسم خشان حتى يتحدث بهذا الأمر الذي يتعلق باتهام الحلبوسي بشركة أمريكية لها علاقة ما أدري منه، اللي هو كذب وافتراء كله، جابته حتى تخلي نوع من الصياغة اللي ممكن تخاطب بها الرأي العام. كيف نتعامل مع هيك محكمة تمشي بهاي الطريقة؟
بموضوع آخر. واحد يقول لك دعوة يقول لك عمي أنا مستقيل أرد أرجع، أنا ما مستقيل قالتي مو صحيحة أرد أرجع، إيش جاب هذا الموضوع على الموضوع الآخر؟ فتحوا لي المرافعة وخل نطقوهم اثنينهم بطلب جديد بعد غلق المرافعات بسحب عضوية النائب محمد ريحان الحلبوس أو إلغاء عضوية النائب محمد ريحان الحلبوس حتى يتيح للمحكمة. شلون شرحت لكم إنه المحكمة أسيرة بطلب المدعي أو القاضي أسير بطلب المدعي اللي كان يطلب بس رجعته، سووها طلب رجعته ورا ما فتحوا الدعوة، طلب رجعته وطلعت فلان بعد غلق المرافعة وأيضا بسابقة خطيرة وسابقة غير صحيحة. وقد تجيز لهم القوانين في أصول المرافعات بما يتعلق بالمحاكم الأخرى عندما يستجد أمر معين، ما استجد عندهم شيء، ما جاءوا قالوا اوقف في اللحظه هاي اوراق جديده وهي غلق المرافعات انتهت. فخالف الدعوه بطلب المدعي وخالفت المحكمه وفتحت مرافعات واستقطبت دعوه اخرى وتخاطب الراي العام بموضوع اخر وتذكر بحيثيات القرار على موضوع اخر. مسؤوليتنا أن نحفظ السياقات الدستورية للدولة. وأن هاي الآلية بالتعامل كيفما اتفق وكما يشاء أي شخص سواء رئيس السلطة وزير، شنو يحكم الوزير وشنو يحكم رئيس السلطة وشنو يحكم رئيس جهة معينة أو يحكم أي معني ومسؤول، يحكم قانون الدستور. إذا صير الأمور بهذه الاجتهادات بهذه الطريقة فما العقل بين مؤسسات الدولة وما العهد بين الشعب والقائمين على مصالحه. هذا الخط الدستوري وهذا الخط القانوني معنيين به كل القوى السياسية بالدولة.